للتذكير، سجلت الجزائر أمس أكبر عدد من الإصابات والوفيات الجديدة بسبب فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات و132 إصابة جديدة في الساعات 24 الأخيرة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 44، بينما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 716. الوفيات الجديدة تشمل 4 في ولاية البليدة، 2 بولاية سطيف، ووفاة واحدة بكل من برج بوعريريج، تيبازا ووهران. تم تسجيل اليوم 132 حالة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي 716 حالة مؤكدة. وتم تسجيل 9 وفيات، 4 بولاية البليدة وهم رجال يبلغان من العمر 32، 56، 72 و73 سنة. وسجلت وفاة واحدة بكل من ولايات برج بوعريريج، تيبازا ووهران، كما سجلت حالتين وفاة في ولاية سطيف. كل الحالات المؤكدة والتي عددها 716 حالة متواجدة عبر 39 ولاية، علما أن 12 ولاية سجلت فيها ما بين حالة إلى ثلث حالات فقط. عدد الوفيات هو 44 موزعة عبر 14 ولاية. العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء هو 46 حالة.